بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن داو ديال علي عمر ايان احي كسو دوادا وريس قارة او ان كفاقيد دونو دوان سوماليا وحالاقا فيي لين مدفق مركا لغو صولها وريس قارة محمد تين او قدومي كحيجينكا بنجي دحي سوماليا دكتر علي ياسين او ان كوريسان دونو هنانكي كالدونا دين تاس اي سومرتي طلابة دا حكتا اي سوماليا لنكا دقالها اي قادي سو محيطها دكتور علي وينوفر حدنا استوديو شبيلة نوصو بوقتو أهد من كوسو دوينا يا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم والسلام يا دمان دات كداونا يا تي في شبيلة يا ذيك بوك سلام وايا أهد باد أمان سنتا دين تان مولو نمر دو صوت ماتي إن سوماليا لغا عفي وقيبتي ودن بيسي أفر دبيع شن بليون تأي أحايد محي أهي دين تاس سوماليا يا كلها غورمان سلوية شن سند كان الله كن إلى عتين سد حلا وسند كل بوه هرنتي لحد ذوق دم بيس أحد الصومالي كوب قولي ستة واحد إن دين تلقى فيه هكسي هوري لقالة هن إن عن كوميونتي جيست أفريقيا كبيرني قولها سودان مركا وقولها أرتدك لو هم بلاي مثلا دين الصومالية والصومالي وضم فخيرة أو لقالة ده أنا هيسنو هرنتي مركا ديما هن هذا العفنا يبقى ديما أمر هرق هذاني كنسال بعطباتك إلى إسعاشك أول حيسي لعات وبدن حلقات سديتني إلى بدي إلى إسعاشك مركا لعات نقول لها توتال كده هو مركز أصلك لو بليون بوجار حيسي لو لاس بليون ما دام صدق صار يكده بس عن العقل لبحنين ديما هنا سي شعب كفهمان دين تفري مهم سيدات كسوسيان يعني لعاتو كله كون كان دول خاله كون إيه كان ما بجرت فأيدي على صارنه مرك فائدة أفريج كده يا بقولك بصدق يا صار بكل عيس يجناحي تاسع يا وحكة أنت دينت إنك تربى ضطه صدق جبار لعت أصل كان والله مرك وحي قرتي 5.5 بليون واي مليون مهان بليون مرك ورا الله بعيد الله بعيد أوريجينال مرك بليونكس وبدين حكود ريم بكرتا شن صنع صومالي دولة دي بجت كده لكت مرك العق بدن وحرنتي أنا بحسن ويرى عليك تعي. واتي مرد ويد ميزانية ده هلك بليون. هل بليون الجارسين أنا. مركا سوماليا وحيك بيرت مك الدولة ده فقرة ده يعني اسكب بحكرين ديما اسكب بحكرين ليست جالس كبيرتي برنامج بركة عجر وول بانك أي ما فيك شقيان أو دولة ده سلوك ساعده. مركا برنامج كاس سوماليا سكريبت تريد يعني واحد اسكب بحكرنه. حنو بهالنا إن ريفورمز يحصل منه. دين تان مركا نور دافو si aan ugu soo biirno maxalada adduunka sida uu shaqaysto caadi ah ugu soo biirno dinta siya kulaha ma dalala kulaha ma hay'ada kulaha ma bangiga adduunka kala duwayn hay'adaha caalamiga ee deemaha bixiyo oo ay ma fiin ku jiraan deewaan ugu lahayd lacagtu badan laakiin waxaan ugu lahaa wadamo wadamadaas qaar ku bahoobay Paris Club kulira ee u badan heer galbeedka individual countries noo jira wadamo kala kala أو العاون ولا أو بدن هذا ما عرفت الواجرة مركز سومالي ده ما دام سك ظروف سنين ما له بالعقوة قاعد نورت ده ليست في رصيدات كديما نقوله هو هذا فيلي نا كجرا هذا ما أدل ليا بعراق كم ذا ها وياها عراق عاد كقاعد إن حركة أضف عنا لكن أرتشيريا كجرت عراق كجرتها almost خليج كده ما بدنا نعوجرا يقواس سكتاجيو باريس كلاب عطوا بدنا قواس نقولها sidoo kale soofiyeed lacag baan ugu lahaa itixaad soofiyeed ka burburay oo hadda ruushka la wareegay wixii deemanaha marka deentii qayb ka mid ah ayaa dhowr sano ka hor waxaa caafiyay wadamada qaar sida ruushka iyo sacuudiga oo kale iyo qatar iyo maxalahada norway oo initiative ahayd oo soomaaliya hal dhiirigeliyo maadaama wadada saxda ku socoto laakiin cad inteedu u badan waa midda bishan december la caafiyo اوكي لعقتس مركب اشخاص نقول هاي المكجرة وضمة هي هاي هذا عالمي ها ما صومالي لعقت عدان لوسي مس وحي هاي قاب كلا وسوقات هب ان لديمي او كلا نقالة كلا سكلا مس لعقت عدان صومالي لين تلو ليش دي والله رنت دي تلك سلام هاي وقت هو رأيت بنت عدين دلوسينا العام كوسينا بنت مركب هنو بدينا اني لعك شهد الدولة دو حرب كوكا تبقى كاس هنانك كلا الدوان اصابة مرتين مدح وينا وقت غير اصابة الله وتو الشيء جاي مال انت دين تان العافينا قيبت قدم بيس مال الدوان
بل دكتور واحد نوشك هنانك كلا دونا سومالي أي كوجارتي هير وول بنك أي مفتا أي قران إن سومالي هير كدين عفنت أي سوجارت أنا ها برنامج كاس أو هيبك دولة دكش أو ترى ده هم بحنا إن العاوي أي مف يا هو جامد دونتا مركا حبلابيسا وحلو دراي أمي مثلا حتى ريفو مثلا سميس adduunku wuxuu dhiri gelinayaa in isbeddel dhanka maamulka maaliyadda iyo shuruucdiisa wax ka bedeshid dan incentive waa deynta lagu daafaa marka incentive waa marka 14kii marka la soo bilaabay deyn caafiska Soomaaliya program ee project ee la geliyay projectigaas reforms ayaa loo diray dowladda Soomaaliya shaqooyin assignments oo ah waxa qabatan 123 waxa kaloo لا سعد برنامج كالبو على سعد انت شخص قبل ايسو دق دق كالبو ماليدات على سعد والله بو نوع اولي بو ميت بجت كلا كبا يتوس بجت كلا قبل سينا يدولد ايو ميت برنامج هورو مرينات وول بانك وبيحنا اينا واجرا نوتربض مركا معنى هيدو مدين تاس انت اسكا قودي سان دين كلا ومدري كريد ديق دان قاتمية ديق دان قاتمية والو ساعدية دي كلا سما بيحين كرتيد ريفورم كان في ساعة قرش أو بهان إلا سوء استكتا أو بهان تايمر كلو كبوا عمر كوريس ردود سوماليا رنتي أدا لو سوسايدي ريفورم مسكنا أدا لو فايديستي سند هاس قفكي حسوستا هبوبك عن شورا لو قاد أما العات قرش كدولة لو بحي بروسس كلام رأي هذا هبكا تكنولوجيا الاستعمال هاي شروع الاستعمال هاي كله وابريت يعني شرعي هذا ماليد شرعي جودة ماليد اللي راه لو كلام هيا لا أنسي وعدينا ايو صوماليا بجت كده ايو سيدلو معمولا ايو دولد العاتي سيدلو قرشات كلو بحنا ايو وما سنتاي دكتور روحان ربا برقيقا قول لحين كرا ان دين لغوليه لغا عفية اينا تسكبحس برقي نوعي قول لحين كرا محيسة تهاي صوماليا وح اي فرصد اوهلي لغا دي دين تان اسكبحن لغا دوان لغا عفية لنهين او حد ايسا فرصد اوهلي ما دام لغا عفية ورتو مكا خوف مسكينه تاعي العقل هو ليه ان لا عفيو او اد سو بلاو مر كلي ما واخ كو فيعان وامر او بوزيتيف واي لكن كرامه يا قيمها قفكو واخ كو جرتها اما دولد اي كو جرتها ان دينت لو ليه اسك بحس هنا اسك بحس مركا لبا دينعبا وق فرح كرتا رنتي دينا لا عفيو معناه حواي هذا بالله واي محل هذا يعرف هدرت أنا يكون نوت لكن اللي حبلين هذا بيحليده تعد من الصومالي أيام سي جي تم يساو بجت كده علاسة فولاية سنة كسو حاليا دور مليون ودي انت فائدة دي انا بحن ما أهن أصل كده حتى واسي كرن إلا مرك يعني محام بحن كرنا محام بحن كرنا كسو خات صدام مليون أفرت بنا سنة كنا بحن كرنا كسو خات حالة ده دان كجر سو وحالة عالو سيد فائدة لأنه قنية وانا سي كرن إسا مركا in Soomaaliya deynta laga cafiyo runtii xilligan waxa isla yahay waa fursad aad u weyn ay ahayd waa sharaf waa deyn lagu leeyahay iska bixid waxay fududaanaysaa xataa deynka si sahla loo siiyo aad u fududaanaysaa markii aad muujisid xoolahaysid marka su-aashaad la fahmo ayaa meesha socoto waaye waxaa fiican inaad deynta lagu leeyahay iska bixisid sidaasna dowlad Soomaaliya sameyn doontaa wixii intan ka dambeeya لكن ما دام سوقفنا هذا حلقة مرة هن الاستاجيو هذا أنا والله بلاو يعني هذا هم بلاو هذا هم بلاو نوتل وي وحاج تري أنت الدين تسلو لها لو نصوب بندقين شروطها سيسو بوح سيسي الدين كلو عفية ولا بوح الدين كنو ولا عفية أنت هنانك أوسع الدقة وحاج جري وحلي راهدو تاغير اللي سين جري دولة هذا بيشو يكبحي ساعة علاس ما كوكيني ساعة لقالها سؤالي والله أرتا دين العفية فكتر في عمي تاعي صومالينا فايدة دوات هالي دوناي دموا أقول فتا دعمي أما سبوت كلاسينا يدولو دا لابن نوعوها ميت ومشاريع مشاريع اللي بيها قحوتيغا محل هذا عفمات كوح برشادها لتا غيره تا حب بضان تاينيس وعنيس سانا بضان سوعنيس ودما دا barwaaqaysan normally waxay bixiyaan grants wax dheeraa ama taageero dhaqaale siiyaan wadamada soo koray marka
وأي غرب تاجر سمر على سيجري وهمانتيري أنا ضد باهن أيو حسي الروح اللي جري هذا لكن almost تدوسنا جديد سنة صدى في واحد سينا أي هما كابي تعرف رجس هو بحشة أو هرمرت هرمرت أنت إذا كاس العدل وبحنا أي تاس سمر لحدن إلا سياش ولا سيجري وأنا سيسو عني إلا كمارن وأنا جعله إن سومالي كشقيسو إن كمارن تو كعلم دنا تركي وحفي عن ما رد مدة بجت سبورت كا هذا ديسكشن إس يا جرا سارد مالي دي بنك ده اللي هين وهذا الله هذا اللي هين وول بانك يا إم إف إن سد أحسن نص سعوتا نصي وضو تغير هذا بجت كا أنت دولة سومالية على غرب إن أمني كسوتو سي investment بدن دي بدو بمالو سي عن شارك ولا صباح انه معادين تلك شخصان ودخال وصل يعني مركا وقت يرو باهي سوماليا سد حسن عمله ان بجت كلا سي كالميو اما دين خفيف لوسي اما محل دق ان دق لوسي انت وباهي ما وهذا اسمحي كولا مو قرا يعني ما اني سو دوين دونان واقبل دونان بس بدنت بقولك بس عشان حل رجينيا سدينتا اللي دين كعب فيها هروس على شقيس runtii proposal ka dowlad Soomaaliga isay aad ba aad bay soo dhaweynayeen waxa jira wadamada ka baxay listigan ayaa 190 kamida sidii ku laabtay marka case-ka Soomaaliya aad u isticmaashay hadan kuwaas oo naga qala fiicnaa oo sida ahaa xaalkooda saas ahaa ayaa gacmaha magaga sii December horeba waxa ka dhacday inay identity iyo meesha ku laabteen anaga waxaan rabnaa inaan ka badbaadno listigaasna dib ugu laabno aan baahna time aan isdiyaarino oo aan deen qaadanayno anagoo og inaan bixi karno inaan deentaas qaadano marka proposalkaas 90% waxaa la rajaynayaa inuu shaqeeyo way soo dhaweynayeen marka wax oo technical iyo discussion is waxa saa wali socda marka waxa badan tahay in January meelaha warka soo dhamaan doono Soomaaliya hanaanka maaliyadeed iyo hanaanka dawladeedba soo kabashay ku jirtay burburkii muddada dheer deyntan marka si gaar ah loo fiiriyana muddo shan sano hadda waxaa la yiri shaqaale rasmi ah dawladeed lama qaadano ay dhikaarka shaqaalanimo ee dawladeed oo rasmi ah qof la siiyo ma jirto shantii sano hadda dawladdii farmaajo marka ay jirtay iyo hana inta ka horeysayba maadaama hadda deynta la cafiyay talaabada xigta ee isbeddelka hanaanka dhaqaalaha dawladeed dawladda dhaqaalaha ku iman karta waa runtii de in shaqaale dawladda shaqaale badan iska qaadato نفتر كذا سؤال وحكى هو رسالة شغالة مو بهنت ما لقيا بقى سكتر عصب يميل عصب إنه صباحان فرصة عصب صباحان وشغالة يرلا بعض لكن رأيي عن شيء جاي رأي شخصي جاي وبنجي كم مثله مركا حنا من سنة هاي نمبر كاب دود فدرالك وشغية وسيبل سيرفنتي جاي way ka badan yihiin baahida shaqada ee dawladda hadda ay hayso ka tir badan yihiin marka concept waxaa jira oo qadiim ah oo dawladdu ay shaqo abuurtaa dadka oo ay shaqo siisaa oo ka timid dadka dhaqaalaha dhigta yaqaanay maxaa la yiraahdaa suuq xurtaanka ay baanino communistiga ama shuuciida ka yimid jiro oo dadku dhan dawladdu u shaqeynayaan dawladdu ma emeelaneyso وكذا بيسا مركا perception كاس شعبك وكذا بيا وخوف كاس رجعتك بحا وحورة بعين دود الشقة كاله nothing wrong إن دود الشقة سيد وفي عنتا إن جعلاتت لكن مسؤوليات كدولة دا شقة أبورك شقة إن أبورت على جرب عيد سو أبوري إن عيد وشقة يربع سوق أي شقة كأبوري حد عدي ودك الحرية لمن كلا قصاره ما لها دولة دا سيرفيس يعني مو شغاله مش ولا غبانه shaqaale loo baahan waa fursad waay hadii industry-ga shidaalka la bixiyo thousands oo shaqaale loo baahan doono kaliya bay mushtarka hadda oo la furay oo East Africa hadii si fiican Soomaali ugu faa'iideystaan fursadaas shaqo badan ay abuureyso in la fududeeyo foreign investment-iga ama maalgashiga ajnabiga ee dawladdu siiso fursado ah environment ama jawi ay ku shaqeystaan shan sano loo dhaafay canshuurto kale iyo saas oo kale la dhiirigeliyo shaqo ay abuur dawladdu ma aha sabab shaqada ka abuurta لكن سيد داركتين أيضا وش خيان استاذو حلق على سوق حرتة سابقة سوق مش خيس باش معناه هذا حنكلا جدا حدس أما شقالة عصب وزير ده جرها قدرت دولة ده
أما سيدا هذا الشيكتي ديغانا نان تيم كاسكالا لغا ساري إنه مشاريع يوهي أدهيق إيه جيسو شقال عصبا وقات صومالي أود مؤولي هاي قف شقال رسمي آد انتقالتو إيه ديكارك شقال رسمي قيد دولة دو لغو دارو ليسك شقالة واغور واح يرنا دي نفس كده بيس دولس ما نبا عودة يعني أكاديمي جو فكرة عالتي وايه وما سنتك واحد جرت معلمه دين تان ولا عفينا يمال ما كهري ملحوين حسن يدولة أدي وعلى عليه سي مدة ديرنا وصاب بالعضي بريه بولشدة إيفن دت أكاديميك يا وحلاقة تيقاف قاب محل هذا ما ديسة دين تان اللي هو ما يعلن أوكي لو يشيء وكلا تضباطن سديتن إلا بعد إلا سعاشن كي دولة جرت على كربا مركب waxay u dhigantay waxay u dhigmeysay in dadku dhan ay iska fogaanayeen caqabad ma jirtay Soomaaliya guud ahaan deentaas ay ku ahay oo hadda ka furantay runtu wala socday laa mid tahay inay serious ka tahay inay iska bashaalayeen oo su'aalaha bashaalahay labadaba waa dhici kartaa marka qaar aan u jawaaban jirto caadi is weydiiyay xataa waa jiraa Soomaaliya dhexdankii ilaa iyo dowladda ka dhacaysa مشاريع الواوين كجرودن أما وضيون واوين الرئيسي أو ضد لسك حراي أما دكذا أما إير برا أما إسبتالو أما إسكولو أما جامعات لا ما مدي علو بحنا أما الدين إيهت أما دقة إيهت ترت لكن أنت سوق هذا وراء مركو حيس في هالسنين هذا عادين دود الولي لا العدس كبه دود متعتي كنا العد عن شروع هاي مكت عن شروع جناح يفي يحب على لغوسه هذا مركو سال كلنا مركو دتك دتك سك بشالعية waxay ka fakadeen min 300 dollar injeeb oo laga soo qaadayo horta shakhsi ha waxay ka fakadeen qof kasta dhiga 300 laga rabaa lacagta soo dib way iska dhawaa laga qaadaa canshuur lagu kordhiyo maxaa la hayaa ganaaxyo lagu kordhiyo soo laga soo qaaday xaalad qasab ah leh sababta dawladda hadda xukuman ma baqaan madinta deynta hore ahna waxa ay taba dawladdu waa dawladdana soo qaadata ayda jeeg ma gashan lacagta marka wal lacagta deynta wal soo qaada wadanka wax lagu qabanayo marka taasan islaayay. Okay. Way. Marka faa'iidada aan u imaanno hal iyo laba gudoomiye maxaa naga dhigi kartaa Soomaaliya deynti waa laga cafiyay. Talaabada hadda u furan ay qaadi karto inay deyn kala qaadato aanan ahayn maxaa waa faa'iido ay u tahay in deynta laga cafiyo. Automatically horta lacag laga rabi inaad bixid ka hore waa badan culays waa. Culays ku saarna oo budgetka laga dareemi lahaa bixine. Hadaba tafka maxaa marka lacag aad bixileed ay ku baaqantay bedelkeed ku baharay سوق هذا سدح بقول من بش سنك لعرب ربنا معناتها سوا ما استعمال كرتا مرك هو مرك بلش ده استعمال كرتا اوتوماتيك ولا قدر يمي كرا بس بدل في بجت كلا قدر يمي كرا يوم يلا هلا الله كيش كلا قدر يمي كرا تاوا ومدة اوتوماتيك هرت لعرب كاي نمبر تو وحالة فيليا إن الدون كا قف مكو مديون يا دين الأولياء عبك كو أركان وكدو أنت مك حول الأولياء مرك مركي عاد مع القش ويديني سو دماء ما شركة عالمية أنا ودك كان مالكستان waxay fiirinayaan wadanka meeqal ayaa loo intaas GDP kiisa xusuusar kiisa meeqal ayaa oo intaas noo wadanka wadita adan lacagino lacagta noo ma soo laabaneys habkaas indhaas ay ku qiimeenayaan marka hal mushkilo oo noo qiimeen lahayeen deen badan nagu leeyahay waa naga hartarto waa naga hartay waxa la filayaa dhanka kale amniga la xaliyo u baahan tahay expectation iyo qoonin bari iyo sanadkan iyo qoonin waxa baahan tahay horto dhaqaale ahaan shirkadaha way jeclaanayaan wadanka aan hadimaada laakiin amni ahaan waa inay sidoo kale noqotaa which dowladdu faahfaahsan tahay madaxweynaha faahfaahsan yahay waday focuskana meesha la saaray waxa kale oo ustaadi aan ka taaban karnaa oo fudeed oo dhanka aad afka yani carabka aad saarto aad diin kale la qaato dad doona stress ka qaba arkay haddii aad rabto Soomaaliya degdeg wax loo habeeyo hadda daadada dhacay buundooyin badan aad jabay investment u baahan lacag badan u baahan بوندا هذا لو سمي هو لو دقمو اسكو حراي بزنس كي يعلن حوالي سنة هرت الدين تدك كي هذا بقي سهرت الدين تو مشكلة ده بقى مشكلة الدين تم حلو سمي يوع هذه دين السوق عاد مشار لقوا بيع قصار وع هذه لك دين السوق عاد أو ودن كان ترين لقوا لسق سوق عاد وبدأ عيون كل وقع وده كان يكون ترانسبورت كريان العاية كسوالا بني العدس ولا بيحكرا هذه ده كذا لقوا هرمري أو ده ما درس كا استعمالان معرفة على رقصة بيكرة دين تنو على بيكرة مركا وقتي إنه إيبني عالم كم أودي يرسين سو ما عليه دينه قرب قبطه دين سيو أما ديق سيو ست طلابات حتى يوقع فهمتي الدون كما رحت أنت دواتي كجورنا دان سيابك الدون إنه ساعدها
ودن بسي قتل بسي حلقة هذا جوجنو حلقة أصلها وفي عين صومالي مسجدان ناس وقعنا نوجدان بركو أصلها هي قرب إناف واحد لي أنت 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 عدون كقبكر هذا دليل واه أفر إتوصل إن أمني نقل نقل الساعدة إذا ما شيء ودك عن جوجين طبعاً كسنة السودا فا إن بجت كل سبب كرينا هي لهور مرنا هي يدين دخلها هي شروع ديس بركا دور ك كيرا لما الصومالي إن أنا قد ذلنا حسوسار كبدنا بتكان ده محل هذا سكتر هذا صح ذا عن فاينس مال كشانين إن سكتر هذا غلا في عليك إني كره ودك خيرات كيس في ريان وبيرة هي حولها هي محل هذا محل هذا بض هي معدن تي ملها إن فوكس كسران سي شغل أبورب شغل أبورب لو هي له شعب كونه شعب ديرن وي هاي أكتف كفا إيديستو فرصة الدولة الصومالية أسمي سواء يعني كبيرنا إيست أفريكا كوميونتي كان عسيا يو تتكين ويريها ماشا لكن ماشا مليونيس بغلال مليون ده كان مركا إنا نبل بتريد كاكو فعلين إنا ما على بدن جينو ملاس إنا كشقة إنا واسي تتكين العتو صلاباتي دلك العتو صلاباتو سيدو كان الصومالي ده بياس برادة إي صومالي ده أفريكا كشقة يسيطو العتا بدن يسيطا دي ماشا أنا بنقط نتركو العتا ودك كسو علينا يعني وحواي كابيتال كيمانا وبدن مركا in general waxa islaa astaadi positive way mustaqbalka dr ali yasin waxa la weeqaanay su'aasha ugu dambeysay aan rabo inaan barnaamijka ku soo xiro macallin aad u firfircoon jaamacadaha dalka wax ka dhiga arday badan soo saaray majalka tacliimta aad la weeqaanay dowlad fara badan ee discussions ka qayb galay waxa xigta in dhaktarka loo magacaabay gudoomiyaha ku xigeenka gaariga iyo xafiiska uu dhex fursad buu heshaa ardadii iyo tiimkii waxbarashada iyo aqoonyahanadii ahaa inaad fursad siiso oo dib isku aragtaan mise buruuftii xafiiska u dhexeeya dr cali yasin laastadii saaxiibadii imika cusbaa u sii digay waxaan dhahay xaaladdi ma ah saasay tahay laakiin dadka aniga igu xirnaay laba nooc ay ahaayeen ku friendis ah oo saaxiibil ah oo kalama harno kuwaas marka waa dhici kartaa meelihii asna fadhi jirnay inaan bedelanay laakiin kalama go-in intooda badan dadka ayaa laba nooc u samaysanba qaar markii dee aad yara boos dowladeed lagu dhiiba isdhahaa ninkaas mashquul waa saaxiibka waa mashquulay waa madrufaysan yahay ama asigaaba ku kaa gaabinaya iyo qaar normal iska aho saaxiibtinimadiisa sii soconaysa marka waxay waa isku wataa kuwaas runtii waana waxaan dee shaqa dowladeed waayo waqtiga leedahay uu dhamaanaya marka asadka rasmiga aad leedahay dadkaaga waay waqti badan aan soo gelin midda oo tacliinta runtii galaasisaan dhigaya maalmahaas oo limagacabahay ma suur gelin aan galaasiskaas aan aado oon dhamaystiro laakiin ilaa anaga shaqada horta nool ogol yahay markii aad ka shaqeynaysa bankiga dhex sharciga ogol yahay xataa waxbarashada waxbarashada waa samayn kartaa marka ani hadda galaasi saan bixiyaa oo cilmi baaris aan kusaabsan oo ku saabsan cilmi baaris research waxaas laakiin online aan ku bixiyaa isbuucii hal maalin waana duwa marka tacliinta mala joojin methodkaan bedelanay kaartadaan bedelanay marka dad saaxiibadaya hadday dhegeysanayaan oo i waayeen waa raali gelinaynaa saasay u dhumina taleefonka xataa isagoon bedelin waa lambarkii sidiis u shaqeeya midka xataa maqabo aada umaadsan tahay dhacdooyin fara badan magaalada shacabka aad ka mid ahayd wulxubi agaaradeed aad degnayd dhibaato fara badan dalka xaafadaha ee ka jirta iyo magaalada muqdisho dhan inta aadan ku nagaana xafiiska oo duruuftaas aad iloobinna madaxa dalka aad gaarsiin karto dhibaatada dadkaas ay qabaan ma ka faa'iidaysad fursaddii mise waa kula tagtay horta madaxda anay ila mid yihiin oo ayagana dadku xaafadaha ka imaadeen ra-iisul wasaaraha degnaan jiray meeshaan yiraa shacal suufi agtiis saada shacal suufi agtiis oo degnaa mar dhow k b b intuusan kismaayo u guurin intuu ra-iisul wasaare saddex sano ka hor waan u malaynaya inuu guuray dee weligiis meeshau degnaa marka ciyaal k b b u dhan way yaqaaniin madaxweynaha waa ogtahay soomaalida ogyihiin ayaa eer xamar u ahaa almost 50% wasiirada iyana waa saasay u badanyihin laakiin wacdiiska ma dhaafno maan qofkaa la hadlo waan u sheegaa meeshaas dhibaa ka jirto
magaalada inta dhex socda hadaan arkaa da ka ags badan ahmo waa sawiraa oo dhar qofkii xuseen subhana dibka sabash ka jira buu jeeda waxana laga qabtaa waxaan soo mar ciidan yar qaladaad ka dhacay oo sawireen taliyaha boolis ku diray wali anoo jaam ku jira qofkii xaraa u jeeda automatically marka in aad kor joogto wixin aad report kareyso mararka qaar macna badan macna badan ay leedahay marka kama daalo runtii inaan ma shakaray laakiin ayagana waa la mid ah oo dadkii wadooyinkii duruuftii iyo waxa ka jira magaalada waan ogyahay mana mooga waa la dadaalayaa dowladda hoose oo shaqo fiican ka qabataa magaalada intaas ayaan rabaa inaan ku ekeeyo wareysiga gaarka ahaa oo dina cafinta soomaaliya diintii laga cafiyey hanaanka xiga iyo tallaabada xigta soomaaliya ay qaadayso waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee dalka dr cali yaasiin oo barnaamijkan marti noogu ahaa cali cumar baan ahay maxamed amiin axmed dhammaan intaga la qayb qaadatay nabad iyo warsan